في التسويات الجردية إن شاء الله خطوة لازمة لإكمال الدورة المحاسبية. حنبدأ بالمصروفات المقدمة. المصروفات المقدمة اللي هو واضح من تعريفه إنها مصروفات إحنا دفعناها مقدم، بمعنى يعني لو حسبناها على السنة المالية حتحمل بأكثر من قيمتها. يبقى عايزين نشوف كيف بتتم المعالجة المحاسبية للمصروفات المقدمة اللي هي البريبيد إكسبنسز. ماذا نعني بها؟ المصروفات المقدمة هي عبارة عن الزيادة في المصروفات المدفوعة خلال فترة معينة على المصروفات التي تخص هذه الفترة، اللي هي بزيادة. مثلا اللي احنا دفعنا إيجار معرض لمدة 3 سنوات أو مثلا لمدة 15 شهر، فنحن دفعنا مصروفات أكثر من تخص هذه السنة المالية، بمعنى الـ3 شهور العالف في 15 الزيادة ال 15 شهر دي منها 12 شهر بتخص السنة المالية، الـ3 شهور بتخص فترات قادمة. ونحن زي ما ذكرنا سابقا بناء على مبدأ الاستحقاق لابد أن نحمل السنة المالية بنصيبة. هذه الزيادة في المصروفات خلال الفترة الحالية تعتبر حقوق للمنشأ على الغير، اللي هي عبارة عن أصول. وبالتالي معلومة مهمة جدا أن المصروفات المقدمة تعامل معاملة الأصول. تعامل معاملة الأصول بمعنى إيه؟ معناها بتظهر مدينة، وفي الأصول هي عبارة عن أصول متداولة. يعني لما نجي في الميزانية بتنعكس البريبير إكسبنسز أو المصروفات المقدمة ضمن الأصول المتداولة في قائمة الميزانية. طيب اللي هي دورنا نشوف كيف بتتم معالجتها محاسبية. الناس ركز معاه في هذا المثال والتطبيق. مثلا قامت منشأة عبد الله للدعاية والإعلام في 1/9/1422 بمبلغ 72,000 ريال نقدا، عبارة عن الإيجار السنوي للمنشأة، علما بأن السنة المالية تنتهي في 30/12/1422. نبدأ من هنا، ده الإيجار السنوي. أنا لو عايز الإيجار الشهري هقسم ال 72,000 على 12 اللي هي بتساوي 6,000، ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن الإيجار الشهري. أنا مقدما دفعت 72,000، لكن ال 72,000 دي دفعتها للسنة، دفعتها في يوم كم؟ في يوم 1/9، معناها استفدت منها في شهر 9 وشهر 10 وشهر 11 وشهر 12، معناها استفدت منها فقط 4 شهور. يبقى بعد 8 شهور الأخرى المفروض ترحل للسنة الجديدة، ما بتقص هذه أسرة 1422، وعليه الإيجار المدفوع فعلا 72,000. استفادت منه، استفادت عن مدة 4 شهور، يبقى الأربع شهور في 6,000 بتساوي 24,000، اللي هو ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن مصروف الدعاية والإعلان الذي يخص سنة 1422. أما 8 شهور المتبقية اللي هي في 6,000 ريال بتديني 48,000، دي عبارة عن إيه؟ استفادت منها سنة 1423. يبقى بالتالي في السنة المالية اللي أنا فيها 1422 فقط مصروفات الدعاية والإعلان عبارة عن مبلغ 24,000. يبقى 48,000 عبارة عن مصروفات مقدمة أو مصروفات مدفوعة مقدمة تظهر عندي ضمن الأصول المتداولة في قائمة الميزانية. طيب يبقى بهذا المثال البسيط عشان نوري إيه يعني المصروفات المدفوعة مقدمة. دارينا نشوف كيف تتم المعالجة المحاسبية للمصروفات المقدمة. المعالجة المحاسبية للمصروفات المقدمة بتتم طريقتين. أول حاجة إثبات المبلغ عند سداده، اللي هي عن طريق على بتتم على طريقة إثبات أو تعتمد على طريقة إثبات المبلغ المدفوع عند سداده. وعندنا طريقتين. الطريقة الأولى نثبت المبلغ المدفوع على إنه أصل، والطريقة الثانية نثبت المبلغ المدفوع على إنه مصروف. طيب نجي نشوف كيف بنتعامل أو يعالج محاسبيا لما نتعامل معاه على إنه أصل، وكيف بنتعامل يعالج محاسبيا لما نتعامل معاه على إنه مصروف. فمثلا الحالة الأولى قلنا إثبات المبلغ المدفوع على إنه أصل، اللي هو المبلغ المدفوع مقدما نعتبره أصل وأصل متداول. يتم إثبات المبلغ عند سداده على إنه أصل، وفي نهاية العام يتم تحديد الجزء الذي يخص السنة ويعتبر هو المصروف. الباقي أصل، يعني في المثال اللي أنا ذكرته قبل شوية تعتبر 48,000 أصل وال 24,000 تعتبر هي المصروف الذي يخص هذه السنة المالية. دي الطريقة الأولى، ركز معاي، نعتبره أو نعامله على إنه أصل. فمثلا في نفس مثالنا السابق اللي هو منشأة العبد الله بتاعت الدعاية والإعلان،
اللي هي نفس المثال اللي عملناه ل 72,000 عبارة عن الإيجار السنوي. علما بأن السنة المالية تنتهي في 1422. في هذه الحالة المطلوب إجراء القيود اللازمة علما بأن المنشأة تتبع طريقة إثبات المبلغ المدفوع على أنه أصل. في هذه الحالة طالما الشركة بتتعامل مع المبلغ المدفوع على أنه أصل، عند سداد المصروف يتم إثبات المصروف المقدم على أنه أصل تحت اسم الإيجار المقدم. نحن اتفقنا أنه هذا الإيجار المقدم عبارة عن أصل، هنا تتعامل معه على أنه أصل، هو زاد بالتالي بيصير في الجانب المدين وحسجله بكل القيمة الـ 72,000 من حساب الإيجار المقدم إلى حساب الصندوق اللي هو إثبات سداد الإيجار السنوي نقدا، وفعلا دي القيمة اللي دفعناها في يوم 1/9/1422. نجي بعد ذاك في نهاية العام اللي هي في شهر 12/1422 بنعمل قيد التسوية عشان نظهر المصروف الذي يخص العام الحالي. بنثبت من حساب مصروف الإيجار اللي هي 24,000 بتنقص حساب الأصل الموجود عندنا اللي هو الإيجار المقدم، وبالتالي أثبتنا مصروف الإيجار الذي يخص الفترة. طيب هذا الغيب يترتب عليه الآتي: ظهور مصروف جديد هو مصروف الإيجار بمبلغ 24,000، وهذا يظهر ضمن المصروفات وينعكس في قائمة توفي حساب الأرباح والخسائر. وتخفض الإيجار المقدم من 72,000 إلى المبلغ الذي يخص السنة المالية ب 48,000، وهذا يظهر عندي فين؟ يظهر عندي في قائمة الميزانية ضمن الأصول، وفي الأصول ضمن يظهر ضمن الأصول المتداولة، يظهر في قائمة الميزانية. طيب في النهاية بنجي نحن قلنا المصروف بنعكس على حساب الأرباح والخسائر، وبالتالي أي مصروفات نحن قلنا في نهاية السنة المالية بنعمل لها إفال لا بد من أن نكتب الغير بتاعها، وبالتالي بنكتب المصروف الذي يخص السنة المالية في حساب الأرباح والخسائر. ونحن قلنا المصروفات أصلا بطبيعتها مدينة تعامل معاملة الأصول زي ما ذكرنا في معادلة الميزانية، ولما نكفلها طالما هي مدينة، لما نكفلها بحكس الحساب طالما هي كانت مدينة وحكسها معناها حتصبح باينة، بدي حكفلها بالغيبة المحاسب من حساب الأرباح والخسائر إلى حساب مصروف الإيجار، وبالتالي قفلت مصروف الإيجار في حساب الأرباح والخسائر. طيب هنا عشان نصور الحسابات في دفتر الأستاذ نفتح لكل حساب من الحسابات السابقة دفتر الأستاذ المقابل. لو مسكنا مصروف الإيجار طبعا عندي قيد تام من حساب مصروف الإيجار إلى حساب الإيجار المقدم، وتاني ما عندي قيد منعكس أو يظهر فيه حساب مصروف الإيجار. طبعا المجموع 24,000 وهو بيساوي المجموع الأكبر 24,000 ناقص 0 بتديني الفرق 24,000، وهذا يظهر ضمن المصروفات في حساب الأرباح والخسائر، بالتالي بيظهر في حساب المصروفات أثر ينعكس على حساب الأرباح والخسائر ويظهر في الجانب المدين من حساب الأرباح والخسائر اللي هو بمثل المبلغ السنوي. أما الإيجار المقدم فكانت قيمته بالقيد الأول من حساب الإيجار المقدم إلى حساب النقدية ب 72,000، وكان عندي من حساب مصروف الإيجار إلى حساب الإيجار المقدم، بالتالي في الجانب الدائم وعليه أعمل الرصيد 72 ناقص 24 الفرق 48، وده بيظهر ضمن الأصول في قائمة الميزانية اللي هي دي الزيادة عن المبلغ السنوي. وبالتالي بالطريقة الأولى الآن حسبت بيها الإيجار المقدم اللي هي بثبت الإيجار المقدم أو أتعامل معه على أنه مصروف. طيب هنا دي الطريقة